احنا لما بنعمل برودكتس مختلفة ومنتجات مختلفة بنهتم بالكواليتي والتيست، ولازم كل برودكت نعمله يبقى فيه حاجة مختلفة. عندنا برضو جديد السنة دي زي الفي ستروبري، تبقى عبارة عن دبل كريم وتركيش بسبوسة وستروبري. وعندنا برضو الابل تاتان، تبقى عبارة عن دبل كريم كارميلايزد والنوتس وابل وسينمون. من اشهر الحاجات اللي عندنا الكريم بولي هوني كوم، ومثلا عندنا الهيجو مانجو، عبارة عن يوغرت ومانجو ومكوناتها تركيش بسبوسة وآمند وكنافة. السنة دي عاملين حاجات كتير قوي جديدة، بس الحاجات دي مردودها كان قوي وكبير. التريليتشي والهانيكام والكرولي بأنواعه، بالإضافة بقى للبوم. البوم دي فكرة طبعا قوي جدا، انك بتسخن الحاجة، النار بتبقى طالعة تحت الحاجة، على ما بتفطر تكون سخنت وتبقى الدنيا كريمة مع الكنافة مع ساحة، الدنيا بتبقى مختلفة تماما. يعني في ناس بتبقى مصرة على القديم، وفي ناس دايما خلاص بتسعى كل سنة مستنية انت هتعمل ايه. احنا كل سنة بنبقى حريصين ننزل منتجات جديدة. السنة دي منزلين منتج اسمه الهايصة. الهايصة ده عبارة عن لبن مكثف وسبونش كيك وقشطة وكريمة ووافل. واللايصة ده عبارة عن بلح الشام بالقشطة وبلح الشام بالمانجا وعليه كريمة وعليه قشطة. ومنزلين بسبوسة سوشي، دي عبارة عن رول بسبوسة، بسبوسة بالقشطة عليها فستق وعليها شوكولاتة وعليها لوتس. الناس بتسأل على الحاجات الجديدة بالاسم، يعني بتخش تقول انتوا عاملين ايه جديد السنة دي. فأول ما عرفوا فيه منتج هايصة والهايصة بسبوسة سوشي، يوميا ما شاء الله بيبقى فيه مبيعات كويسة جدا منهم. يعني كنافة الأساور، بلح الشام، صوابع الزينب، أكتر حاجات دي موجودة عندنا طول السنة وفي إقبال كتير جدا عليها. احنا منزلين حوالي 3-4 منتجات جداد السنة دي، من ضمنهم في منتج شغال معنا كويس جدا، ده عبارة عن كريم بورليه. في منتج تاني برضو عبارة عن كيك رواني مع صوص الكركديه مع كريمة. بالإضافة للحاجات اللي احنا بننزلها كل سنة في رمضان زي التريليتشي، الدولسي ديليتشي اللي هو الرز بلبن مع توفي مع كارميل. في التريليتشي ده كيك أبيض مع كريمة لباني مع حليب مكثف، ده مكسر الدنيا برضو. هو في عملاء بتحب تجرب في الأول الحاجات الجديدة، لو اقتنعت بيها وعجبتها بتجربها مرة واثنين وثلاثة، وده الحمد لله بيحصل معنا كل سنة. يعني احنا الحمد لله بننزلش منتج وبنلغيه. احنا السنة دي عاملين حاجة اسمها كركديه ديو، ده بيبقى كيك رواني مع صوص كركديه وكريمة لباني. وفي حاجة تانية اسمها بيرلي، دي بتبقى بسبوسة تركي مع كريمة لباني برضو مع قطع البسكوت اللي هي اللوتس والسبريد لوتس.